السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة مندي الدجاج على الطريقة اليمنية، من أحلى وأطيب الوصفات، حلوة جدا للغدا، وخاصة كمان لو عندك عزومات هتشرفك جدا. طريقتها سهلة وبسيطة وتحضيرها سريع، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنعملها النهاردة في فرن البوتاجاز، كنا عملناها قبل كده على البوتاجاز من فوق، النهاردة هنعملها في الفخار جوه الفرن. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. هنبدأ نجهز مع بعض تتبيلة الفراخ. عندي نص كوباية من اللبن الرايب، معلقة كبيرة من زيت والتوابل، ملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا وبودرة الزعفران. ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. هنخلط التتبيلة دي كويس مع بعض. اصل تتبيلة الفراخ مفيش فيها لبن، لكن انا بحب اضافة اللبن، بيخلي الفراخ عندي طرية وجوسي وبيضيف لها طعم حلو جدا، فجربوا اضافة اللبن ان شاء الله هتعجبكم. عندي هنا فراخ، بنستخدم فراخ حجم صغير، انا عندي دي 900 جرام، هغطيها كويس جدا في التتبيلة، والافضل ان انا اسيبها شوية في التتبيلة. بعد كده ده كوبايتين من الرز البسمتي، هنغسله كويس جدا 4 أو 5 مرات، وبعد كده هنقعه لمدة 20 دقيقة في المية. هنبدأ نجهز الطاجن اللي هندخلها فيها في الفرن. هضيف معلقة من الزيت، هدهنه كويس جدا من كل الجوانب، وبعد كده هضيف فيه الأرضية، ورق لوري وعود قرفة، شريحتين من الزنجبيل وده حسب الرغبة، حبة لومي وهيل وقرنفل. عندي الرز بعد ما سبته منقوع 20 دقيقة، شايفين عندي اللون بيفتح والحباية بتنفش شوية، هصفيه كويس جدا من المية وهضيفه في الطاجن. ده هنا إضافة لو انت حابة تضيفيها معلقة من تتبيلة الفراخ، هتضيف لون حلو جدا للرز وطعم حلو كمان، لكن ممكن تستغنى عن الخطوة ديت لو انت مش حابة تضيفيها. هنضيف الرز بعد ما صفيناه كويس جدا من المية، وهضيف عليه معلقة كبيرة من الملح ومعلقتين من الزيت. بعد كده هضيف عليه المية المغلية، كوبايتين من الرز البسمتي هياخدوا معايا 3 كوبايات وربع من المية المغلية. هغطيها بورق زبدة، بيبقى فيه مصفى مخصصة للمندي، وحلل كمان ضغط، وحلل تانية الثالث مخصصة للمندي، فلو انت عندك الحلل او الشبكة هنضيفها، لو مش متوفرة هنضيف ورق زبدة وبعدين طبقتين من الورق الفويل. هحاول اعمل تجويف علشان اضيف فيه الفراخ. هنعمل الاول فتحات بالسكينة، واوصل بالفتحات ديت لورق الزبدة، وبعد كده هضيف الفراخ واغطيها كويس بالتتبيلة، وبعد كده هغطي الفراخ بورق زبدة والورق الفويل. هنسخن الفرن، مهم جدا ندخلها الفرن وهو سخن، هنسخنه على درجة حرارة 200، هتقعد في الفرن لمدة ساعة الا ربع، وبعد كده ههدي الحرارة ل180 وهسيبها كمان نص ساعة، يعني مدة الفراخ بالرز في الفرن ساعة وربع حسب حجم الفراخ، 900 جرام او الكيلو مش هتقعد معانا ساعة وربع في الفرن. بعد كده هنشيل ورق الزبدة والفويل وهدخلها تاني الفرن تحت الشواية لحد ما الوش يتحمر. كده تمام، بعد ما حمرتها تحت الشوايه قعدت 2 دقيقة على ما خدت اللون ده، بيبقى فيه اضافه، او دايما المندي معروف ان بيبقى فيه ريحه دخان الفحم، فالوقت ده بنشيل بعد ما بنشيل الفراخ والفويل بنكون مولعين فحم على البوتاجاز وبنضيف عليها معلقه من الزيت، وبعد كده بنحط الفراخ على الرز ومعاهم الفحم ونغطيها كويس جدا بالفويل ونسيبهم 10 دقايق علشان تاخد طعم الدخنة. لكن بصراحة انا ما بحبش اعمل الخطوة دي ابدا، الفحم والدخان اللي طالع من الفحم بيبقى ضار جدا بالصحة، فانا انصحكم كمان ان انتوا ما تجربوهوش. بعد كده بنشيل الفويل بالراحة جدا عشان الصوص اللي فيه ما ينزلش على الرز. شايفين عندي هنا الرز مفلفل وتحفة جدا، مفيش فيه نقطة مية، ومستوي وريحته تجنن. شايفين عندي هنا اللون تحفة جدا، لو انتوا حابين اللون يبقى حبة وحبة، اللي هو حبة بيضة وحبة صفرة، مش بنضيف معلقة التتبيلة اللي ضفناها مع القعدة اللي تحت الرز، اللي هو مع ورق اللوري والهيل واللوم. وبعد كده الفتحات اللي عملناها تحت الفراخ بينزل من تتبيلة الفراخ على الرز من خلال الفتحات ديت، فبيعمل لي لون حبة وحبة،
لكن انا بحب اللون يبقى مصفر، فبضيف ايه معلقه التتبيله من الاول مع الرز، وكمان بيضيف لها طعم حلو جدا. طبعا المندي معروف او اي نوع كبسه ان هو بيتقدم مع صلصه الدقوس، صلصه سهله جدا وطعمها تحفه جدا وتحضيرها في ثواني ان شاء الله. طريقه تحضيرها اللينك بتاعها هسيبه لكم في صندوق الوصف. هنبدا نشوف مع بعض سوى الفراخ. شايفين عندي الفراخ جوسي جدا وطريه ومستويه وتحفه جدا، شايفين حتى عندي العصاره اللي نازله من الفراخ. جربوها بالطريقه وبالتتبيله اللي عملناها ديت هتعجبكم جدا. الفراخ مستويه وحلوه جدا، والرز مستوي معانا ومفلفل وحلو جدا. اهم حاجه نبدا الاول على حراره عاليه وبعد كده نهدي النار، وما نقلقش خالص الرز مش هيشيط ولا في حبايه واحده حتى هتلزق معانا، حتى هنشوف مع بعض بعد كده الطاجن في الاخر مفيش حبايه واحده بتلزق. فجربوا على نفس الطريقه اللي عملناها مع بعض النهارده هتعجبكم جدا ان شاء الله. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. مع الف سلامه.